النهارده يعني ايضا من ضمن الميزانيه اللي هي موجوده للوزاره اللي حضرتك دايما بتتكلم عليها بمبلغ 500 مليار، ولكن في بننفق على العمليه التعليميه كذا والباقي اجور. زودنا ايضا المعلمين النسبه المتاحه ليهم خلال الفتره اللي فاتت. لا ما دام حضرتك ذكرت الرقم ده محتاج شرح شويه، لان الناس بتعتقد لما رقم زي ده ان هذا الرقم متاح كده علينا نصرف منه. لا، الرقم اللي حضرتك قلته ده 500 مليار ده مجموع موازنات التعليم في مصر على مدار 6 سنين. يعني في المتوسط احنا بنتكلم لو قسمنا الرقم ده على 6 حضرتك هتطلع بحاجة 85 مليار مثلا في السنة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ان 85% من هذا الرقم اجور ومرتبات، وهي اقل مما يستحقه المعلم. بس المبلغ المتاح لينا لتطوير التعليم ما هوش الموازنة على بعضها. لازم نشيل منها الأجور عشان نعرف فاضل فيها كام للاستثمار. فالمبلغ اللي على مدار 6 سنين اللي تم توجيهه للاستثمار كان 44 مليار، استخدمنا منه على مدار 6 سنين عشان بس الدقة في تناول الأرقام 24. وبالتالي اللي فاضل بقى بعيدا عن الأبنية حوالي 20 مليار حضرتك لو قسمتهم على 6 يطلع 3 في السنة. فكل اللي أنا بقوله من خدمات ومن نظام تعليم جديد وامتحانات إلكترونية وبنية تحتية ومحتوى رقمي، كل ده بعيدا عن كورونا يعني حتى باللي دفعناه في إن احنا نشغل الثانوية العامة وبتاع بحوالي 3 مليار في السنة. ده رقم صغير جدا، والمنتج اللي حضرتك شايفه يسوى 4 أو 5 أضعاف هذا الرقم. فاحنا بنرشد الاستخدام في يعني الفلوس في الوزاره بشكل عالي جدا عشان نصرف على الحاجه اللي تنفس الناس ويحسوا بيها. عشان كده المقالات اللي بتتكتب كيف انفقت الوزاره مش عارف 500 مليار كلام ده، كل المتاح لينا تطوير ما يزيدش عن 3 مليار. وعلى فكره ثمن التابلت لدفعه اولى ثانوي في سنه واحده هم الثلاثه دول. لو جبنا التابلت وما عملناش حاجه تانية. بس احنا شايفين منتجات تانية كتيره جدا، فلازم السؤال يكون يا جماعه انتوا عملتوا ده ازاي؟ هو ده بقى السؤال. مش ندي ايحاء ان كان في فلوس كتير قوي مش عارفين عملنا بيها ايه، لا بالعكس. فالمبلغ ده بنتكلم في 6 سنوات. 500 مليار دي 6 سنوات، ده الموازنه بالكامل بما فيها المرتبات. المرتبات 85% من الرقم ده. إذن الأرقام اللي أنا قلتها هتجد حضرتك إنه لولا المصروفات الدراسية ما نقدرش بقى نعمل المكتبات في المدارس والأنشطة والتربية الرياضية والتأمين الصحي عفوا، وده بيجي من المصاريف. ومع ذلك أعفينا تقريبا نص الولاد منها، والدولة الوزارة بتتحمل الفرق أو العجز. فاحنا مطلوب مننا نتحمل العجز الناتج عن الاعفاءات، زائد ان احنا نديك خدمه اكبر من اللي بنديها لك سنه عاديه، لان جائحه كورونا اضافت لينا مصروفات زياده كتير. ومع ذلك ان شاء الله نقدر نعمل كده عشان الناس تبقى معانا وفاهمه يعني ايه قيمه الجهد. هل سياده الوزير بعض اللي بيدوا دروس خصوصيه لحد النهارده بنقدر نواجههم كوزاره، ولا دي مش مسؤوليه الوزاره؟ والله المواجهه معموله بس بشكل جديد، شكل ان احنا نقنع ولادنا والاهالي بانه اذا كنت عاوز تقوي او تساعد احنا هنديك ده وانت مش مضطر تروح الدرس. لو اقتنعنا كلنا ان احنا مش محتاجين نروح خلاص الظاهره هتروح. بس هي الظاهره دي مستقره بقالها يعني مده طويله، ويمكن الاهالي بيبقوا خايفين لهم لو ما راحوش الولاد هتضيع وحاجات زي كده. احنا بنقول لهم لا يا جماعه استفاد كتير كل السنوات، يكفينا ان الثانويه العامه اتغيرت والامتحان الجديد غير بتاع زمان، والدروس مش هتساعدكم في حل الامتحان ده. يا ريت تلجأوا لمجموعات التقويه او القنوات التلفزيونيه او المنصات اللي هنحطها، هي دي اللي هتحضر ولادكم لهذا الامتحان وهتوفروا في الفلوس وتاخدوا خدمه احسن.
طبعا في ناس بتقول لك بس فين المنصات؟ المنصات هتبتدي تتواجد يوم 17 اكتوبر مش النهارده. ليه؟ لان احنا بنبنيها ليل نهار، فهتبقى متوفره عند بدء الدراسه وبنبني فيها كل الوقت. بس نثق ان هيبقى الخدمه دي عندهم زي ما عملناها. نعم. دي هتغنيهم عن الدروس وعن هذا المصروف الباهظ، وهتديهم طمأنينة ان ولادهم في ايدي امينة، وهنراعي احنا الاجراءات الاحترازية. اي خطأ من اي حد مسؤول هنقدر نتعامل معاه، لان دي بتوع الوزارة والمعلمين الوزارة. انما بره احنا ما عندناش اي معرفة مين اللي بيدرس خصوصية، هل هو مؤهل ولا لا، هل هو هيحافظ على اولادنا ولا لا. فعشان كده احنا بنقول يا جماعه حان الوقت ان احنا نجرب بقى نقلع عن ده ونمشي يعني ورا اللي الوزاره بتقدمه. اعتقد هيوفروا فلوس وده هيجي مع الوقت يا استاذ احمد. اعتقد يعني اول ما الناس تشوف ايه اللي هيتقدم نفكر نراجع مع بعض كده اهميه الفلوس ونفهم الناس بيستفيدوا من ايه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، وعذرا على التليفون، التليفون يعني كان في مشكله في الشبكه رايحه جايه معانا، وانا ما كنتش عايز اقطع سياده الوزير كمان في هذه المداخله. قبل ما نطلع فاصل